دراسة يعني. طبعا هم بيستغلوا ان انا لوحدي ولد مع نورة عشان تقدر تفترس وتقدر تقول اللي هي عايزاه في مطلق على فكرة والله الدراسات دي. العظيم انتوا كلكم سواقين سمعتي، في احنا انت ما حدش وشريف اتكلم، وفاروق. الساده المشاهدين هم اللي بيقولوا على فكره شكلها فعلا ما بتحبش الرجاله وشكلها فعلا فين ضد ده؟ الرجاله ما شفتش والحاجات دي انا كلها. مشاهد قال لي الكلام ده. كل الناس بتحبنا يا سيدي. ده اكيد والله نورة تتحب والله يا جماعه، الله مش يكرمك الله خليني يكرمك. انا عمال خصم كل شيء. الدراسة. الدراسه بتقول ان الرجاله بينضجوا بعد سن ال40، ومعنى كده ان الستات دايما بقى اول ما بيتولدوا بيكونوا ناضجين، فبيقدروا ان هم يتعاملوا في سوق العمل بخبرات مختلفه، وبيكونوا اكتر مرونه واكتر فهم لسوق العمل واكتر خبره كمان من الرجال. لكن الراجل بيحتاج ان هو يعدي ال40 عشان يبقى خلاص، يبقى كده بدا يفهم الخبرات اللي حواليه وبدا يبقى عنده خبرات. انا بصراحه من بدايه كده اهو مش عاجبني الدراسه، مش عشان حاجه، انا بقيس الموضوع على نفسي اهو. عارف مش عاجبك الدراسة ليه؟ عشان الرجالة أصلا ما بتنضجش ولا بعد ال40 ولا بعد ال60. يعني ايه نضج؟ هو يعني ايه نضج يا أستاذ؟ بالظبط، هو يعني ايه نضج؟ يعني ايه نضج يا أستاذ؟ ايه هو ده فعليا يا جماعة؟ يعني عايزين تعرفوا الدراسة ايه؟ تعالوا شوفوا خطيب أول ما يوصل لسن ال40. يمكن زي ما قال الخطيب كده انه الدراسه دي اتعملت في جامعه اوكسفورد واتعملت على سيدات ورجال من المشاركين فيها، ولقوا ايه بقى؟ لقوا انه الستات والرجاله بيتمتعوا بنفس القدره على العمل في الحياه اليوميه، ولكن الرجاله عندها تاخر شويه. الله يحفظك، ممنون قوي. فهم كاتبين كده على فكره، ما يظهروا بعض التاخير في التطور طويل الاجل للشبكات الوظيفيه مقارنه بالنساء، ويمكن ان تستمر لمده تصل 40 سنه. انا بقى سنة. بحس، انت عارفه بايه؟ بحس ان ساره ونهى ويسرى هم اللي كاتبين الحاجات دي، مش دراسات، دي ازاي افكارهم، يعني؟ دي افكارهم، يعني هم هيتبلوا افكارهم النسائيه. ادخل اكتب كده، ادخل اكتب على جوجل دراسه الرجال لا ينضجون الا بعد سن ال40. طب ده كلام، جامعه اوكسفورد، ده كلام، هتلاقي البتاعه طلعت لك. لا ما انا ما انت ما اظنش، بتذاكرش. لا مش حكايه كده، مش حكايه كده. او مثلا ممكن يكون ده فعلا المانشيت العريض، لكن جوه بقى هنلاقي في فحوى الدراسه. شفت فحوى؟ فحوى دي حلوه، فحوى دي جميل. في فحوى الدراسه هنلاقي بقى فيها متغيرات، ايه واخد بقى؟ بالك؟ ايه المتغيرات؟ هنلاقي مثلا، لا الراجل مثلا ممكن يكون يعني لو هنتكلم عن راجل تاني غيري، ايه؟ لو هنتكلم عن راجل تاني غيري، الرجاله ماشي اللي اتعمل عليها الدراسه، ايوه، هنلاقيهم ان هم فعلا ممكن يكونوا بيتاخروا، بس اكيد بياخدوا حاجات من الخبرات التانيه في الحياه. يعني النهارده انا عايش ايه؟ ليلي؟ هنقولها؟ عايش ليلي فعلا. ما تبصيش على شعري، بلاش تبص على شعري. انت عامة يا خطيب انت عشوائي، يعني انت هليلي قوي يعني. اكيد الدراسه هي قصدها كده. ايوه بس العشوائيه اللي انت شايفاها قدامك دي جواها فحواها. ده اللي انبثق عن ده اللي انبثق عن الخبرات، واخده بالك، وعن التجارب الحياتيه اللي الواحد عاشها، ده اللي انبثق عنه اللي انت انت شايفاه. كده كنت عايش جوه ميكي ماوس. يعني لو دي الخبرات الحياتيه اللي انت اكتسبتها، يعني ما علينا. ما علينا، يعني حاولوا يا جماعه تكلمونا كده تقولوا لنا انتوا مع الموضوع ده ولا لا؟ هل فعلا شايفين انه الرجاله بتنضج بعد سن معين، ولا الموضوع ملوش علاقه بالسن؟ ممكن يكون اكتر بالخبرات الحياتيه، ممكن يكون اكتر بالشخص نفسه، في شخص مسؤول وشخص غير مسؤول. وانا ارجح الموضوع ده اكتر انه سواء راجل او ست، بحس اللي بيفرق اللي مر بيه بحياته او المسؤوليات اللي هو شايلها، او تربيته نفسها كان شكلها عامل ازاي، البيئه اللي هو عايش فيها، هل هي طلعته شخص ناضج؟ ممكن يبقى عنده 20 سنه وهو ناضج، وممكن يبقى عنده 60 سنه ولسه عايش بعقل طفولي شويه. بس هي بقى طالما هنسمي المسميات يبقى فعلا المسؤوليه. انا معاكي بقى في موضوع المسؤوليه، لان في ناس فعلا بتبقى كبيره سواء برضو رجاله او ستات، لكن ما عندهاش المسؤوليه، ما عندهاش مسؤوليه. مثلا بلاش نتكلم في جواز وبيت واطفال وكده، لكن هو ما عندوش مسؤوليه نفسه، ما عندوش مسؤوليه ان هو يكون عنده طموح او احلام عايز يحققها، فبيكون ده حاطه كده في النصاب واجهته. لا انت بقول لك انت العربي بقى عامل عمايله معاك. امال 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 إيه؟ اصل الترم ده بدرس بتدرس لغه بدرس عربيه؟ نيو كلاسيك. لا ما كده كده لغه عربيه بقى. فبحاول بقى ان انا اتمرن ان شاء الله. يعني جاي تتمرن عندنا شكسبير بقى وموليير والحاجات بقى الحلوه دي. شكسبير؟ مش انا بعمل مكبث. فيها خطير. انا قلت اوريك، يعني قلت اوريك الخبرات يعني. مبروك، الله يبارك. نتكلم بقى في الدراسه، نتكلم في الدراسه اللي معانا. طب قول لي انت مقتنع بايه؟ ثواني عشان بس استاذ كريم بعمل مكبث نفسه استاذ.
بتقولي ايه؟ السؤال تاني كان ايه معلش؟ انت مقتنع بايه؟ يعني هل مقتنع بموضوع المسؤوليه؟ ايوه يعني الرجاله عندها ليها سن معين بتنضج عنده ولا لا؟ لا انا مقتنع ان في خبرات الواحد بيكتسبها، ممكن الخبرات دي بقى يكتسبها هو في سن صغير جدا. يعني والله بجد مش هروح بعيد، ما هو انا من عندي 9 سنين بدات اشتغل تمام، 9 سنين كنت طفله كده، فتلاقيه بقى بدا اللغه بتاعت البيت واللي حواليك. اسمه ايه اللي بيسموه ده؟ ايه اطفال؟ ايه اسمه ايه؟ الاحداث. عملت الاطفال طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم ممنوع. ما هو بس القدر خلانا نعمل كده. طيب. فبدا ان انت لا ده احمد بقى راجل، بقى راجل البيت، فبدات تحسي بالمسؤوليه وان في حاجه لازم تعمليها وان انت بتساعدي بقى اهلك في البيت والكلام ده كله. فمن هنا بقى بيجي خبرات. مثلا لما جيت مثلا رحت عشان كشف الجيش، لقيت ان الناس كلها في سني مش كلهم فاهمين التعليمات اللي بيقولها العسكري. يعني مثلا العسكري ممكن يكون بيقول لك حط الورقه دي على الصوره دي على مش عارف ايه عشان تظبطي الدوسيه بتاعك. الصول اللي بيبقى في الجيش، لكن الناس كلها في سن بعض وكلهم مؤهلات عاليه، لكن كلهم مش ناضجين كفايه او ما عندهمش. ده ملوش علاقه بالنضج، هو درجه الفهم بتختلف من شخص للتاني. لا بس لو هو عنده خبرات كتير، لو مر بتجارب كتير في حياته، اما والله ما تعملش كده. لا يعني هي الخبرات والتجارب هي اللي هتخليه يعرف يرص الدوسيه. لا مش قصدي بقى على رص الدوسيه، انا قصدي حاجه بسيطه اهي اللي هي رص الدوسيه، هو حتى مش عارف يعملها مع انه بياخد تعليمات حد بيقول له اعمل كذا وكذا. فاهم حاجه؟ تمام. فده بيحصل ليه؟ عشان مفيش خبرات ومفيش احتكاك بالناس، مفيش حاجات من الحاجات دي. وعلى الرغم من القصه المؤثره اللي انت حكيتها ان انت بتشتغل من تسع سنين وانت عندك 9 سنين يعني، الا انك ما نضجتش برضه. اطلع لك باتمان. هو ده يكفي، هو اللي انت لابسه ده فعلا يعني هو يكفي للرد عن الموضوع. بس طب هقول لك على حاجه وانت ان شاء الله هتتفق معايا فيها. بتحس انه البنات لو في نفس عمر الراجل بيكون عقلها او تفكيرها او دماغها اكبر؟ صح؟ ده حقيقي. طب ما هي دي احنا يعني بنتكلم في كده. ده فعلا حقيقي، ان فعلا ممكن تكون الست سابقه شويه في موضوع ال ليه بقى؟ مش عارف ما هو ممكن بقى يكون ملمس على الدراسه، بس مش ككل. لا هو ملمس على الدراسه، بس هي فعلا بلاقي ان فعلا ممكن تكون البنت في نفس سن الولد ومتجوزين، بس هي مدركه عنه بحاجات كتير. انت عارف حتى غير كده، مثلا لو ست وراجل متجوزين وتلاقي الحاجات اليوميه اللي في البيت، يعني مثلا عندهم ابن سخن، الراجل هيتوتر مش هيعرف يعمل ايه، الست هتلاقي عندها بسرعه بتعرف تتصرف، بتعمل مش عارفه ايه، بتكلم مين، بتحط له كام مدى. بحس انه في حاجات بسيطه قوي هي مش محتاجه تجارب ومش محتاجه ان انا ابقى فاهمه او ان انا ابقى مش عارفه مؤهل عالي او حاجات، بس المواقف نفسها الست والراجل لما بيتحطوا فيها بحس انه الست بتعرف تتصرف احسن. بس هتلاقي ده برضو ناتج مثلا من حاجات انت عشتيها، سواء مش لازم انت، ممكن تكون لا الرجاله مش بتركز. يعني هو مش بيركز انه انا لما اسخن ممكن احط حاجه تنزل الحراره عادي، يعني فاهم؟ بيبقى خايف بقى اكتر، بيبقى الخوف واخده اكتر من ست ساعتها بقى بتبان بقى ساعتها بقى السنس القوي بتاع الام، فتلاقيها بقى بتفكر، لان الراجل بيفكر كده الست بتفكر كده. دي حلزونه. لا يعني الست بتفكر تفكير دائري، مش عارف بيسموه ايه، اللي هي بتفكر في كذا حاجه في وقت واحد، مالتي تاسك. والراجل بقى هو تاسك واحد بس، اديني تاسك واحد هو عامله. ده مخ الراجل وده مخ الست. ماشي تمام، دراسه خطيبه. يا استاذه انجي. معانا تليفون؟ لا لا انا بس بنادي الانجي شوقي، يمكن تيجي تساعدنا ولا حاجه. طيب. طب بحس برضو انه انا حاسه انا ماشيه باحساسي قوي. بحس برضو انه في مواقف تانية بتفرق بقى تصرف الراجل من الست. يعني مثلا عربيه عطلت، مين اللي هيعرف يتصرف في الوقت ده، الست ولا الراجل؟ اكيد بيتهيألي الراجل طبعا. ايوه. ما هو انا صح، هو بيتهيألي. انا فاهمكم ليه يا جماعه، هو بيتهيألي علشان هو خطيب. كان لسه امبارح مش فاكره شريف ولا فاروق اللي بيقول خطيب ما بيعرفش انه عنده عطل في العربيه غير لما تقف بيه. ايوه انما غير كده هو ماشي، لمبه تنور، حاجه لمبه تنور، دخان يطلع، الطابلو كله فيه 6 لمبات منورين، انا مش عارف دول بتاع ايه، وماشي بالعربيه عادي. انا علاقتي بالعربيه بس بتمشي زي الفل. دي فرامل، ده بنزين، ده انت لقطه، بيع لك عربيتي. لا والله لقطه. فعشان كده بقول لك باين، ممكن الراجل فعلا يكون هو فاهم. لا هو ده اكيد. يعني يبقى هي فعلا كده ممكن تكون بترجع للموقف، مش شرط انها بترجع الخبرات. للحاجات. بس انا ماليش اصلا علاقه بالميكانيكا نهائي.
يعني انا قصتي مع العربيات زي قصتي مع الكوره مثلا وقصتي مع الطاوله والدومينو والكوتشين. ماليش ما بحسش ان انا تابع الحاجات دي والارقام، ما بحسش ان انا الحاجات دي ممكن اكون بعملها. والقهوه والشاي صح يا استاذ كريم؟ امال انت بتعمل ايه يا خطيب؟ انا مكبت.